بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير. طبعا النهاردة الفيديو بتاعك مش في المطبخ خالص، هو فيديو كده تعليمي شوية. الصراحة أنا كنت بعمل بحث كده يعني البنت عمي وكده، فقلت فرصة كده أوريكو ممكن في حد منكم كده يستفاد بيه. بصوا بقى، البحث ده عبارة عن انتي بتختاري كده اي مادة من دي يعني بتتكلمي فيها. فانا الصراحة اخترت البحث بتاعها، هي اختارته يعني عن السياحة. طبعا اول حاجة بتكتبي بقى الاسم، اللي هو انا كتبت كده السياحة، وبتكتبي بقى كده السياحة، اهمية السياحة في مصر ومناظرها الخلابة، اي بقى موضوع، اي عنوان يعني بتروحي كاتباه تحت الموضوع بتاعك. هنا بقى في المقدمة هتكتبي بقى تعتبر مصر من أهم الدول في السياحة، وبتتميز بمناظر خلابة، وبتتمتع بمناظر طبيعية يعني كتير. فبتكتبي على حسب إيه المنهج اللي انت خدتيه، أو المنهج اللي انت اتعلمتيه يعني إيه عن السياحة في مصر. طبعا هنا بقى بعد كده بتكتبي عناصر الموضوع، من 400 ل 500 كلمة. انا بقى سطرت كده المكان اللي هينكتب فيه علشان تساعدني كده يكون الخط كويس معاكي وما يعذبكيش في الكتابة يعني، ويكون خطك مش كويس. هنا بقى الصور دي طبعا انت بتكوني شارياها من المكتبة، فبتتحط كده، او ممكن يعني بتستخدميها من الكتاب بتاعك على حسب بقى انت ايه والمدرس بتاعك قايلك ايه. انا كتبت العنوان السياحة في مصر والطبيعة الساحرة، ودخلت الكود طبعا، وزي ما قلت لكم كتبت كده المقدمة عن السياحة، وتعتبر مصر تتمتع بأماكن خلابة وبتزود العملات الأجنبية في مصر، بتحافظ على يعني عدم انتشار البطالة. بعد كده بقى ايه كتبت عناصر الموضوع، اتكلمت عن انواع السياحة في مصر وبتنقسم الى ايه، وكل قسم طبعا انواع السياحة وبتنقسم الى 4 اقسام اهو، وكل قسم كده اختصرته في حاجات مفيدة يعني ما ايه ما خليتهوش نفس النص اللي موجود بالظبط، يعني بتقري كده واللي بتطلعيه بالظبط هو اللي انتي الملخص اللي انتي بتكتبيه. وطبعا بتعملي مقارنة بين السياح في فصل الصيف والسياح في فصل الشتاء، وليه هما بيزيدوا في فصل الصيف طبعا علشان درجة الحرارة بتبقى عالية عندهم، وبيقلوا في فصل الشتاء لان فصل الشتاء بتبقى هم عندهم الحياة يعني ايه الطبيعية والشمس كويسة. طبعا المصريين قلت بقى هنا ايه قارنت كده بينهم وبين السياحة بتقدم ايه لمصر وكده. بعد كده بقى لازم ترسمي كده رسومات زي ما انتوا شايفين، وتكتبوا فيهم لافتات يعني باللغة الأجنبية وباللغة العربية. طبعا بقى هنا في النتائج انا كتبت كده اهمية السياحة، ان هي بتزيد من زيادة الدخل القومي، وبتزود فرص العمل للشباب، وبتعمل على تعدد المقومات. بعد كده بقى ايه كتبت المصادر بقى بتكتبي فيها على حسب انت جايباها من الانترنت او موقع نهضة مصر او من الكتاب، تكتبي صفحة كذا الكتاب المدرسي صاد، بتكتبي الصفحة، وبتكتبي الصور من المكتبة الرقمية وبس كده. يكون ده بكل سهولة اللي هو البحث بتاعنا. يا رب أكون كده أفدتكم. مع السلامة.